سي اف اي مرخصة من قبل مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية. التداول ينطوي على مخاطر عالية. صباح الخير من صوت لبنان، مقدم نشرة أخبار الثامنة والربع مع تحية دعاء حمصي فرح والمخرج سمين صور. العناوين: القاضي بيطار مستمر بالتحقيق حتى معرفة الحقيقة وأهالي الشهداء إلى التصعيد. أكثر عن وجوه المجرمة حنستمر. موجة ردود ساخنة بين التيار العوني والمستقبل والحريري يلتقي السيسي الخميس. معمل الزهران يعود للعمل اليوم و4000 ليرة تسعيرة جديدة لربطة الخبز. لبنان على لائحة دول الفاو التي تحتاج إلى مساعدة خارجية لتأمين الغذاء. الأرجنتين تحرز لقب كوبا أمريكا بعد فوزها على البرازيل 1-0 في المباراة النهائية. يتنقل الوعد بالحسم الحكومي من أسبوع إلى آخر والسلة خاوية إلا من سجلات أفرقاء السلطة وتبادل الاتهامات بالتعطيل بين التيار العوني وتيار المستقبل التي شهدت موجة جديدة أنهت فترة المهادنة الكاذبة التي فرضها انتظار نتائج حركة التنسيق الأمريكية الفرنسية والسعودية أو جولات فيينا. الوعد نفسه تردده السلطة في الكشف عن حقيقة تفجير مرفأ بيروت، لكنها تنقضه سريعا بالتفافها وهروبها ومماطلتها وعدم حسم رفع الحصانة، فتلقت ردين لا تراجع فيهما، الأول من القاضي بيطار بتأكيده أن التحقيق مستمر ولن يتوقف قبل كشف الحقيقة، والثاني من أهالي الشهداء بإعلانهم عن تصعيد تحركاتهم. وتميزت حركة أهالي الشهداء أمس بوقفات أمام مجلس النواب ووزارة الداخلية، وقصدوا منازل نواب ووزراء مطلوبين للتحقيق، ومن أمام عين التيني أطلق أهالي الشهداء صرخة رافضين التلكؤ برفع الحصانات. ضرب القانون أكثر عن وجوه المجرمة، القاضي بيطار بكلن إياها، لذلك بدو مربكين حنستمر. نبيه بري انت استعديتنا، انت وقت بوجنا حتدفع الثمن وانا وعدتك. وتوقفوا امام منزل النائب مهاد المشموك وطالبوه بالخضوع للتحقيق. مجرم مجرم مجرم، مهاد المشموك مجرم، مهاد المشموك انت واحد جبان يا ضامن يا واطيان، الله ما يسامحكم. كشاهد ما بدنا اياه، هدول رفع حصانه ما بدنا اياه لو ما بيقدر يعمل معه شيء، ومطلوب انه ينزل كمدعى عليه بعد رفع الحصانه، غير هيك ما بدنا اياه. وقصدوا ايضا منزل وزير الداخليه محمد فهمي الذي التقى وفدا منهم واستمع الى مطالبه، لكن الوفد اعلن بعد اللقاء انه رفض طلب فهمي العوده الى لقاء اخر الاثنين، واكد الاستمرار بالتصعيد. التلفزيون العربي نقل عن المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار أن التحقيق مستمر ولن يتوقف قبل كشف الحقيقة، وأضاف أنه أرسل طلبا إلى مدعي عام التمييز بالوكالة لاستجواب اللواء عباس إبراهيم، وسينتظر 15 يوما وهي المهلة المحددة للمدعي العام للرد على طلبه. القاضي بيطار أشار إلى استبعاد فرضية الصاروخ الإسرائيلي والتحضير لإجراء محاكاة للتأكد مما إذا كان يمكن لشرارات التلحيم التسبب بالانفجار، وعن مصير التحقيق في حال رفض مدعي عام التمييز طلبه لملاحقة إبراهيم ورفض البرلمان رفع الحصانات المطلوبة. قال البيطار: سأصدر قراري الظني وأذكر فيه بالأدلة والبراهين كل الأسباب والمعطيات التي دفعتني إلى ملاحقة هؤلاء وليحاكمهم الرأي العام. وختم قاضي التحقيق قائلا: بلدنا يستحق أبناءه
ولن يبقى كما هو، والتغيير يجب أن يحصل. وأوردت الوكالة الوطنية أنها اتصلت بالقاضي بيطار فنفى ما نشر، واعتبر أن ما ورد يعبر عن رأي كاتبه، ولفت ما جاء في بيان النفي ما حرفيته، على الرغم من ورود بعض المعلومات الصحيحة التي نقلها الكاتب في إطار محادثة معه وفي مكتبه. قيادة الجيش أصدرت بيانا نفت الخبر المزعوم عن حصول لقاء بين المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ وقائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزي، وأكدت أن المؤسسة العسكرية جاهزة في أي وقت للتعاون مع القضاء وتزويده بكل ما يطلبه من معلومات ومعطيات تساعد في التحقيق وكشف الحقيقة. رئيس إقليم المتن الكتائبي الياس حنكش علق في حديث للحرة على ما حصل بموضوع رفع الحصانات، واتهم السلطة بابتكار الاجتهادات الدستورية والقانونية لتضييع الوقت والتحقيق بعد سنة على تفجير مرفأ بيروت، ودعا كل من يثق بنفسه وبراءته إلى الامتثال أمام القضاء. الرابع من آب والعد التنازلي مستمر. أربع آب التفجير الكبير، أربع آب انفجار الضمير. هنا كانت بيروت، هنا كان أهل بيروت. 6:08 انفجار هائل غير بلحظة مجرمة معالم العاصمة. وقاس علماء الزلازل ضغط الانفجار الذي أدى إلى اقتلاع النوافذ في مطار بيروت الدولي على بعد 9 كيلومترات، بما يعادل زلزالا بقوة 3.3 على مقياس ريختر. وذكر مركز الزلازل الأردني أن شدة الانفجار ساوت طاقة زلزالية تعادل 4.5 على مقياس ريختر. وأوضحت صور للأقمار الصناعية نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية حجم الانفجار المدمر ومدى الضرر الذي أحدثه. ونشرت صفحة بلانت للرصد عبر الأقمار الصناعية صورة لمرفأ بيروت وما حوله قبل وبعد الانفجار. أما حراس الأزمة فصورتهم لم تتغير، مجرمون قبل 4 آب، مجرمون بعد 4 آب. 4 آب التفجير الكبير، 4 آب انفجار الضمير. حكوميا دخلت المنازلات بالسلاح الأبيض مرحلة جديدة من التسخين المتعمد، قد يكون انعكاسا لتبلور مناخ دولي أثار حفيظة الأفرقاء، بدءا من خشية حزب الله من التنسيق الأمريكي الفرنسي السعودي وما تردد عن فرملة في مفاوضات فيينا، وصولا إلى توجس باسيل من عدم تخلي المجتمع الدولي عن الحريري وحثه على عدم الاعتذار، ما يحبط رغبة بعبدة بدفع الحريري إلى الاعتذار. جانب من هذه المعطيات أكدتها التطورات في الساعات الأخيرة التي استبعدت خيار الاعتذار أقله حاليا، وتحدثت عن إمكان قيام الحريري بتقديم تشكيلة حكومية جديدة إلى رئيس الجمهورية في الأسبوع المقبل كفرصة أخيرة للإنقاذ. ومن المرتقب أن يلتقي الحريري مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس المقبل في القاهرة، علما أن القيادة المصرية لا تحبذ اعتذاره وتلتقي مع روسيا في هذا الصدد. في هذه الأثناء استمر مسلسل المبارزات الكلامية بين التيار الحر وتيار المستقبل. الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر دعت في اجتماعها الدوري برئاسة رئيسها جبران باسيل الرئيس المكلف إلى أن يحسم أمره سريعا ويقوم بتشكيل الحكومة رأفة باللبنانيين. باسيل كان قد أعلن في حديث لموقع التيار أن عقبات التشكيل الداخلية ذللت على حساب التيار الحر، وعلى الحريري تخطي المشكلات الخارجية حتى نلاقيه،
أضاف أن من أراد إحراق العهد وأحرق البلد وإذا كان مقرر يعتذر فلماذا يقوم بذبح البلد ويسهم في نزيفه أكثر فأكثر؟ سريعا وبعنف رد تيار المستقبل على باسيل بالقول: صهر العهد كفيل بتقديم أسوأ صورة عن العهد ويتقن فن إهانة نفسه ورئاسة البلاد كلما نطق، وإنما يوجه تهمة محل للرئيس الحريري وتغيب عن عبقريته السياسية أن المسلخ الوطني مقره الرئيسي في بعبدة. الوضع الاجتماعي بعد الفاصل. السادسة وثمان دقائق، لحظة خيانة، تدمير مدينة، قتل شعب. صوت لبنان تحمل القضية، الحقيقة للرابع من آب، معا لبيروت. هل من تغيير في المقاربة الدولية للأزمة اللبنانية؟ وأين أصبح مشروع المعارضة الجامعة للخروج من النفق؟ الجواب مع نائب رئيس الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ في كواليس الأحد 9:30 صباحا، وفي إعادة 9:30 مساء. إعداد وتقديم الدكتور شرب المارون عبر صوت لبنان. تنحدر البلاد أكثر فأكثر في طريق الانهيار، وهي مهددة بمجاعة حقيقية بعدما أصبح نصف الشعب اللبناني عاجزا عن تأمين 3 وجبات طعام متوازنة، وتخطت نسبة الفقر 55%، فيما رفعت وزارة الاقتصاد للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوعين سعر ربطة الخبز إلى 4250 ليرة. منظمة الغذاء والزراعة الفاو أعلنت أن لبنان على لائحة الدول التي تحتاج إلى مساعدة خارجية لتأمين الغذاء. كهرباء لبنان أعلنت بأن معمل الزهراني سيعود للإنتاج اعتبارا من صباح اليوم، ما سينعكس تحسنا طفيفا في ساعات التغذية. في الكورونا سجل العداد اليومي للكورونا في لبنان 327 إصابة جديدة إضافة إلى حالتي وفاة. لبنان تخطى 1,000,000 جرعة أولى من لقاحات الكورونا، وماراثون فايزر وأسترازينيكا توقف أمس لأسباب تقنية، لكن المواعيد التي أخذت ستنقل إلى الأسبوع المقبل. وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أعلن أن الوزارة ستصدر في الأسبوع المقبل لائحتين، واحدة للأدوية المدعومة وأخرى للأدوية غير المدعومة، وستسلم اللوائح إلى مصرف لبنان الذي بدأ بتحويل السويفت إلى بعض الشركات خاصة الأدوية المفقودة في السوق. كذلك حذر الدكتور عبد الرحمن البزري من تداعيات خطيرة لفقدان أدوية عادية والتدني الشديد في لقاحات الأطفال. تطبيق التعميم 152 بين الإجراءات التي تفرضها المصارف والتوضيحات من المركز، هل تؤمن فعلا حماية للمودعين؟ التفاصيل مع مجد العيد. قد يشكل التعميم 158 الذي يجوز للمودعين سحب $400 نقدا من ودائعهم و$400 بالليرة اللبنانية وفق سعر صرف المنصة الإلكترونية متنفسا لشريحة من الذين باتوا عاجزين عن تأمين معيشتهم اليومية واحتجاز أموالهم في المصارف، الأمر الذي قد ينعكس أيضا على عمل هذه المصارف بحسب قراءة الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة عبر إذاعتنا. بكل صراحة ال 158 برأيي عنده هدف واحد، هو أنه الصغار المودعين يقدروا يطلعوا دولارات، طبعا مودعين بالدولار، لأنه هلأ مع رفع الدعم بالتالي إلغاء كل شيء مساهمة للدولة بالأسعار، يعني ارتفاع صفيحة البنزين والمازوت إلى آخره، هيك بيكون معهم كاش بإيدهم منهم هني، يعني هذا منه كادو منه هبة، هذا سحب دولارات من حساباتهم. هلأ
هذا معمول للحسابات الصغيرة، بياخدوا هالدولارات بيتسكر الحساب وبالتالي المصارف تتحلحل أمورها. كلفة الحسابات الصغيرة كتير عالية، المصارف تفضل يكون عندها عدد قليل من الحسابات وحسابات كبيرة، إذا هذا الشيء بيسهل عمل المصارف. في شتى الأحوال على المودعين الراغبين بالاستفادة من التعميم 158 التريث بالتوقيع على أي مستند؟ اللي عنده حساب صغير ومضطر يسحب، أنا برأيي بده يسحب وبالتالي بيسكر حسابه. هلا اللي حساباته أعلى شوي أنا ما بشوف في فايدة فعلا من سحب هالمصاري وبعدين ينتبهوا شو راح يمضوهم، لأنه ممكن المصارف تمضي على قصص، بمعنى أنه إعفاء عن كل ما سبق، وهذا شيء مرفوض ومش مقبول. إذا المودع ينتبه، هدف أنا برأيي القصة كلها المواطن يكون معه شوية دولارات ليواجه رفع الدعم، وثانيا إراحة المصارف من كلفة الحسابات الصغيرة. يصنف التعميم 158 بأنه تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية في الحسابات المفتوحة قبل 31 تشرين الأول 2019. أما فيما خص السرية المصرفية فأكد المركزي أنها ترفع لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف حصرا. مجدلي نعيد، صوت لبنان. رد جهاز الإعلام في حزب الكتائب اللبنانية على الوزيرة مي شدياك وأصدر البيان التالي. في مقابلتها الأخيرة ضمن برنامج بدنا الحقيقة مع الإعلامي وليد عبود عبر الاس بي اي، وقعت الوزيرة مي شدياك في معرض حديثها عن حزب الكتائب اللبنانية في جملة مغالطات كان لابد من إيضاح الحقيقة حولها مرة جديدة لعل التكرار يفيد. أشارت السيدة شدياك إلى أن حزب الكتائب غير اسمه مضيفا عبارة الحزب الديمقراطي الاجتماعي إليه. الحقيقة أن هذه العبارة ولدت مع ولادة الحزب ورافقت اسمه على كل الأوراق الرسمية الخاصة به، والكتائبيون يألفونها ويقرؤونها على بطاقاتهم الحزبية وبطاقات أجدادهم، والأهم يدركون معناها، والمطلعون على تاريخ لبنان وأحزابه وأصحاب الاختصاص على بينة من هذا الموضوع. أما لغير المطلعين فبعض البحث يفيد بدل الإدلاء بكلام غير صحيح إلا إذا كان الهدف التصويب المجاني وهو عادة غير صائب. أما فيما يتعلق بموضوع استدارة حزب الكتائب إلى اليسار فلا بد أن الأمر التبس على الدكتورة بين التموضع إلى جانب الناس وآلامهم في مواجهة أركان المنظومة، وهذه تسمى في الديمقراطيات معارضة. وبينما أسمته شدياك اليسار فخلطت بين الأمرين وانطلقت في استنتاجاتها المغلوطة. هذا في التموضع الحالي. أما في المبادئ فلا بد من التذكير أن حزب الكتائب اللبنانية لم يحد مرة عن ثوابته المعلنة وعن حتمية السيادة والقرار الحر ولبنان 10452 كيلومتر مربع، وهو لم يبعها مقابل تسوية كانت ستدر عليه حفنة من القراصي والمناصب كما فعل أركان التسوية إياها. أما فيما يتعلق بعدد النواب فحبذا لو يتوقف تعداد الأرقام ونذهب إلى إحصاء الإخفاقات التي سجلها هذا المجلس العقيم ويستعد لتسجيلها في مواجهة الناس، ولن يكون آخرها التفرج على المنظومة وهي تطعن أهالي شهداء المرفأ بالصميم وتحمي أركانها بالحصانات. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هجوما صاروخيا استهدف ليلا حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور شرقي سوريا حيث تتمركز قوات تابعة للتحالف الدولي، ورجح المرصد وقوف ميليشيات إيرانية غربية الفرات وراء الهجوم، وأشار مسؤول عسكري أمريكي إلى أن الهجوم لم يؤدي إلى إصابات. يلبي سلطان عمان هيثم بن طارق سلطان اليوم دعوة الملك السعودي سلطان بن عبد العزيز لزيارة المملكة، حيث تعقد قمة بينهما لتعزيز التعاون المشترك وإطلاق مجلس للتنسيق بين البلدين. الصفحة الرياضية مع رومن طنوس.
صباح الخير. فازت الأرجنتين على البرازيل بنتيجة 1-0، وعلى صعيد يوروكوب الكل بانتظار المباراة النهائية بين إيطاليا وإنجلترا مساء الأحد. وعلى صعيد كوبا أمريكا أيضا شهدت مدينة روزاريو الأرجنتينية مساء رأس نجمة ليونيل ميسي أجواء حماسية بالتشجيع قبل ساعات من مواجهة الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021. وتزينت مدينة روزاريو بألوان منتخب الأرجنتين والرقم 10 وصورة النجم ميسي قبل ساعات من المباراة المرتقبة لمؤازرة المنتخب للفوز باللقب. الأخبار المحلية ضمن مباريات الأسبوع الثالث لسداسية البطل لدوري البراعم دون 14 عام، فاز أتلتيكو على سبورتينج 2-0 على ملعب الفرجوز، سجل هدفي اللقاء جوليان جيموس وشرب الإلية. وعلى ملعب العهد فاز النجمة على النصر الحدث 2-0، سجل الأهداف الياس حموش وحمزة ترحيني. وفي آخر لقاء ضمن الأسبوع الثالث فاز أدفانس سكر على الصفاء 3-0 على ملعب حمدون، سجل أهداف اللقاء حسن حمود هدفين وعلى هاشم هدف. ومع انتهاء مباراة الأسبوع الثالث عزز النجم صدارته برصيد 9 نقاط في محل أتلتيكو ثانيا برصيد 5 نقاط وأدفانس ساكر ثالثا بفرق مواجهات عن الصفا برصيد 4 نقاط لكلا الفريقين. ختام النشرة مع الأحوال الجوية. الجو قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي وطفيف بدرجات الحرارة. كان في هذه النشرة القاضي بيطار مستمر بالتحقيق حتى معرفة الحقيقة وأهالي الشهداء إلى التصعيد. أكبر عن وجوه المجرمة حنستمر. موجة ردود ساخنة بين التيار العوني والمستقبل والحريري يلتقي السيسي الخميس. معمل الزهراني يعود للعمل اليوم و4000 ليرة تسعيرة جديدة لربطة الخبز. لبنان على لائحة الدول الفاو التي تحتاج إلى مساعدة خارجية لتأمين الغذاء. الأرجنتين تحرز لقب كوبا أمريكا بعد فوزها على البرازيل 1-0 في المباراة النهائية. بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت لبنان. والآن إلى فقرة على مسؤوليتي مع القاضي فرانسوا ظاهر. على مسؤوليتي رأي حر عبر صوت لبنان. على مسؤوليتي مع القاضي فرانسوا ظاهر.